سبيكة الذهب دي لو انت قدرت انك تخرجها من الصندوق ده فهتبقى ليك. في سبيكة ذهبية موجودة في اليابان جوه صندوق زجاجي، والسبيكة دي وزنها 12.5 كيلو، والصندوق ده فيه فتحة، واي حد يقدر انه يدخل ايده جوه الصندوق ويطلع السبيكه فتبقى حلال. وانك تخرج السبيكه من جوه الصندوق حاجه شبه مستحيله. سبيكه الذهب ديت تقيله جدا، والفتحه اللي انت بتدخل منها ايدك صغيره جدا، وفي ناس كتير بتجي وتحاول ولكن في الاخر بتفشل. لكن فعلا في ناس قدرت انها تطلع السبيكه من جوه الصندوق. المتحف انصدم وقال ستوب، بس انا كده بيتي هيتخرب. فالمتحف قرر انه يبدل الجائزه بميداليه ذهبيه. الراجل ده لقى كمانجه مرميه في الزباله، فلما جه عشان يبيعها انصدم من سعرها. كان في راجل عايز يجيب كمانجه لمراته كهديه في عيد ميلادها، فكر فعال وقال هو انا ليه ما بيعهاش واجيب بتمنها واحده جديده وتبقى نظيفه كويسه وعليها القيمه. ولما راح للمحل بتاع الكمانجات اتضح ان اللي صنعها هو اشهر صانع كمانجات في بريطانيا في القرن العشرين، واتضح ان سعرها بيوصل ل 5000 دولار. عمرك سمعت عن حاجة اسمها تماثيل مواي؟ في جزيرة اسمها جزيرة الفصح، وهي جزيرة بركانية مثلثة الشكل، وهي تعتبر اكتر جزيرة معزولة في العالم مع ان فيها سكان. والجزيرة ديت موجودة في المحيط الهادي، وهي جزء من تشيلي، ومساحتها بتوصل ل 146 كيلومتر. الجزيرة ديت موجود فيها اكتر من 887 تمثال، والتماثيل دي عملاقة وكلها شبه بعضها. التماثيل دي عبارة عن جسم ورقبة وراس، وبعض التماثيل دي بيبقى ليها قبعة حوالين دماغها وزنها 10 طن، اما التمثال نفسه فبيبقى 50 طن وطوله 32 متر. التماثيل دي اتصنعت من الرماد البركاني، والتماثيل دي تم اكتشافها سنة 1722، والتماثيل دي تم اكتشافها على يد المستكشف ياكوب، وتم اكتشافها بيوم اسمه يوم القيامة، عشان كده اتسمت باليوم ده. هو ليه كريستيانو رونالدو ما بيرضاش يحط اي وشم على ايده، مع ان معظم لاعيبة الكرة المشهورة بتحط الوشم ده عادي؟ ده في منهم اللي بيملى جسمه بالوشوم، واكبر لاعيبة الكرة المشهورة بتحط الوشم ده، وعندك اللاعب المشهور الارجنتيني ميسي بيحط الوشم ده. وطبعا هما بيحطوا الوشم ده عشان لفت الانظار، لكن كريستيانو رونالدو اول ما سألوه على الموضوع ده قال هو مش بيحط الوشم ده عشان هو دايما بيتبرع للاطفال المرضى، وخاصة الاطفال اللي هما عندهم سرطان. اما الناس اللي بتحط الوشم فالاطباء بتتخذ معهم الاجراءات الصارمة، يعني ما تعرفش انك تتبرع بالدم من 6 شهور لسنة لو انت كنت حاطط الوشم ده، وهي دي اللي بيسموها الاخلاق الرياضية.